وجنى، صباح الفل والعسل يا شيف آلاء. انا والله العظيم بحب حضرتك وبموت فيك. شكرا يا مين اه ادم وجنى، شكرا يا حبيبه قلبي. بتقول ربنا يجازيكي خير. عايزه اقول لحضرتك انا بعمل كل وصفاتك وبتطلع معايا ما شاء الله تحفه. عملت بتقول انا عملت الحلاوه الطحينيه وطلعت طريه مني، وعملت برضو العيش الفينو وكان طري وجميل وكل حاجه فيه كانت تحفه، بس كنت باجي اقطعه عشان افتحه علشان اعمله سندوتشات كان بيتقطع مني ومش خفيف، نفس اللي انا قايله لكم عليه في اول الحلقه، بيتقطع منك اللي هو ايه، برافو يا شروق، ان هو بيفرول معاكي وتقيل. الرغيف لما يبقى تقيل خفيف يبقى معنى كده ان هو جواه عجينه، لان انت بتقولي هو بيفرول معاكي، هو مش معجون كويس يا ادم وجنى. مش العجينه لازم تتعجن كويس علشان اللبابه اللي جوه تبقى طريه وتبقى ليها مطه وعرق معاكي، بيفرول والرغيف تقيل يبقى هو كده مش معجون كويس. سوى الفرن، لازم الفرن في سوى العيش الفينو يكون سخن واخد درجه حراره ال 180 قبل ما تدخليه بربع ساعه علشان ما ياخدش وقت. بصوا لي كده هي عامله العيش الفينو، وهقول لك معلش حركه كل اسبوع بنمسح بس السكرين عشان هي بتلطش كده شويه. يلا الحلاوه الطحينيه، تسلم ايديك الحلوه، شكله حلو قوي. الحلاوه الطحينيه علشان طلعت معاكي طريه ليه؟ زودتي الطحينه، زودتي الطحينه فبقت معاكي زي العجينه كده اللي بتتشكل في الايد. لا انا ما قلتلكوش كده، انا قلتلكوا الطحينه التزمي بالمقادير، ممكن تكوني زودتي شويه. افضلي اخلطي الطحينه كده بالسكر البودره واللبن البودره لغايه ما تبقى زي حبيبات الرمل، ما تكونش معجنه معاكي. قللي الطحينه المره الجايه. الكوبايتين اللبن البودره مع كوبايه السكر البودره احنا عملناها قبل كده، انا كنت قايله لكم كوبايه من الطحينه الخام، ممكن قوي انت كوبايتك تبقى غير كوبايتي. خدوا بالكم انا في الحلقه ايه قلت، انا كنت حاطه مقاديري قدامي بس برضو فضلت انزل بالطحينه واحده واحده، انا ما اعرفش نوع الطحينه ايه، خفيفه تقيله ممكن قوي تاخد معايا كوبايه الا ربع، فالطحينه ننزل بيها واحده واحده لغايه ما تكون حبيبات رمل مش بتتشكل بالايد. طريه دي معنى كده ان انت زودتي الطحينه. طيب الله يا ايمان، برافو عليكي يا ايمان. ايمان صلاح عامله البوريك وكعب الغزال والكرواسو بالشوكولاته وفينو المدارس، ايه يا حلاوتك يا ايمان على الجمال، ايه الحلاوه دي، تسلم ايديكي تسلم ايديكي، تجنني، حلو قوي قوي وشيك قوي قوي بصراحه، تطبيقاتك تجنن، هايله هايله اهي شايفين، برافو عليكي. يلا بينا كمان مقدمه احب انا قوي يا جماعه اللي يقدم الاكل وحتى نجوم وقلوب ومقسمه الصوره وخطيره ايمان. طيب ايمان صلاح ده ايمان صلاح، هي كمان بتقول عملت الريد فيلفت والقشطوطه والايه اللي تشيز كيك. طب بصوا كده عشان هي عامله حاجات كتير، برافو عليك يا ايمان يا سكره والله، تسلم ايديك الحلوه. يلا اسمها ايه يا شروق؟ فوزيه بتقول ليه السمسم بيقع بعد المخبوزات، بعد ما بتخبز المخبوزات، علشان السمسم دايما لما باجي بشكل معاكم بقول لكم ما تخافوش، لما بنحط ميه بنمسك العجينه ميه وبعدين السمسم مش بيثبت معاكي الا كده، لو هتحطيه بكميه كبيره، لو هتحطي رشه كفايه قوي ان انت لازم تدهني تحته، يا لبن يا ميه يا صفار بيضه، لازم تدهني كتري اللبن شويه. لو عايزه السمسم كميته كبيره يا فوزيه هتجيبي العجينه بتاعتك حتى لو مشكلها بشكل طولي، تمسكيها كده وتروحي منزلها في ميه وشايلها على طول، وبعد كده في بوله السمسم تنزلي بيها، استحاله السمسم يقع منك. طيب ام يحيى، يا حلاوتك يا ام يحيى وجمالك يا ام يحيى، بتقول شيف الاء الجميله المبدعه احب اعرف رايك في تطبيقاتي، وممكن حضرتك تعيدي وممكن حضرتك تعيدي على احمد ابني لان عيد ميلاده قرب، وبشكرك بشكرك وحضرتك ابو الضمير كله، شكرا يا ام يحيى، كل سنه وانت طيب يا احمد يا حبيب قلبي، عقبال مليون سنه، ربنا يخليك لماما وبابا ويفرحوا يا رب، وربنا يعني ان شاء الله يوفقك في كل حياتك يا حبيب قلبي. تعالوا بصوا لي على ام يحيى بقى، الله دي حاطه صورتي ام يحيى، استنى عشان اتفرج معاكم بقى عشان انا ايه عايزه اتفرج معاكم، عامله الميني بيتزا برافو، عاملاها الحلو والحادق بتاعت حلقه يوم الخميس اللي فات، كيكه الكوبايه الا ربع يا جامده، بطاطس بالبشاميل برافو عليكي، البطاطس الاورديحي بتاع حلقه يوم السبت، ما شاء الله لحقتي يا ام يحيى والله العظيم انت جميله جميله جميله، مش قادره اقول لك يا شروق شطاره ام يحيى عامله ازاي، وعامله كمان الرز حبه وحبه، برافو عليكي، دي لسه حلقه اول امبارح، كيكه الكوبايه الا ربع جميله، فتت كرات البرغل، كرات جوز الهند، شوكولاتة جوز الهند، أقراص الأفران الهشة، كريب دبي يا جامد، والكريب لا 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 لا
لا يا جماعه، لا ام يحيى مبدعه الاسبوع ده حقيقي، تسلم ايديكي والله العظيم. استني اعمل لك ال، اصل انا الشو مش بعمل لهم لاف، بما ان انت عشان ايه برضو مش عارفه، انا بعمل لهم القلب اللي بيحضن ده. استني. تسلم ايديكي يا حبيبه قلبي. طيب اصاله بتقول اول مره اعمل مخبوزات وتكون جميله وطعمه كده، ولا اوعى بقى على كميه الطراوه اللي كانت جواها، والكبيره بقى انها عجبت جوزي وهو مش بسهوله يعجبه حاجه. بجد جزاك الله كل خير يا شيف الاء على كل اللي بتقدميه، القرص الطريه الهشه على طريقتك يا شيف الاء، برافو عليكي برافو عليكي، تجنني والله. تسلم ايديك الحلوه تحفه يا هبه. هبه انت عايزه طريقه الدو، استني بس نعمل برضو قلب بيحضن يا لاصاله كده يا الشوق. هبه عايزه الدوناتس، حاضر يا هبه لو في وقت ننزل مقادير الدوناتس، حاضر عينيا. فرفوره ومريومه، عملت كيكه الكوبايه الا ربع طلعت جميله، استني نعمل لك القلب ده، بس السكر كان قليل شويه. استني اشيل لك القلب بقى يا فرفوره. بس السكر كان قليل شويه، احنا بنحبك قوي، كتري السكر يا فرفوره شويه، كتري السكر، خدوا بالكم. اصل السكر ده يا جماعه ده ذوق، على حسب ذوق، زودي ربع كوبايه وشوفي، بس الربع كوبايه هتظبط معاكي، ما تزوديش اكتر من كده. بصوا لي على الكيكه، شايفين ما شاء الله الكيكه دي يا شوق، كنا عاملينها الاسبوع ده كانت من كوبايه الا ربع من كل حاجه. فشفتي بقى موفره ازاي، شفتي طالعه جميله ازاي معاها، برافو عليكي برافو عليكي يا فرفوره والله. يلا جميله جدا جدا. طيب مصطفى، ارجو يا شيف ان انت تعملي لنا العسل الجلوكوز يا مصطفى. ما تشتريه يا مصطفى، جماعه احنا بنصعب على نفسنا ليه؟ هو احنا بنشوف ليه اللي يتعب قلبنا ونعمله؟ لا بصي هقول لكم على حاجه، يعني استاذ مصطفى اوكش بي، يعني بص انا ما عنديش مشكله ان انت لو مثلا عايز تعرف طريقه الحاجه نعملها، لكن في حاجات اللي هو مش، في مثلا اللي هو شراء العش ايه، شراء العبد وايه، ولا تربيته، شيل العبد ولا تربيته، هو معناه ان هو ايه، ما نصعبهاش على نفسنا يا جماعه، ما نشوفش الحاجه اللي تتعبنا ايه ونعملها. وخدوا بالكم في حاجات لما بنشتريها بتبقى ارخص واوفر من ان احنا لو عملناها في البيت، لان هم في المصانع بيبقى ليهم طرق تانية مختلفه عننا. صح يا استاذ جيمي. الله ندوش، جميله يا ندوش، الجلاش باللحمه المفرومه حاجه كده تحفه قوي، ايه رايك؟ ده انت خدي اللوف بقى. لا القلب اللي بيحطه الجلاش يا ندوش، جمال يا جمال السنين. حاضر يا استاذ جيمي، بنشوف بس عشان ندوش ما تزعلش. ايوه يا ندوش اهو، يلا تسلم ايديك يا ندوش والله. كمان ندوش على فكره منزله حاجات تانية جميله قوي، برافو. ندوش كمان عامله لنا كيكه الشوكولاته الغرقانه بصوص الشوكولاته الرهيب، تحفه. تسلم ايدك يا قمر، تسلم ايدك انت يا احلى ندوش، يلا تسلم ايديك الحلوه، برافو عليكي يا ندوش يا جميلة يا قمرة، برضو تطبيقاتها كل أسبوع بتبقى رائعة. أنا بحب قوي كمان ال، إيه ده رد على الموبايل من تحت ده؟ أنا بحب كمان قوي يا جماعة اللي بيصور، شايفين الشكل عامل إزاي ده؟ والله بيأثر في النفسية جدا على فكرة، برافو عليكي تسلم إيديكي حقيقي يا شو. العين بتاكل قبل البق، أصل أنا كنت بقولهم أنا في الأمثال رهيبة، المثل اللي كنت بقولهم عليه العيش اسمه إيه؟ نسيته. نسيته والله العظيم. القرآن القرآن حياتي، صباح الخير، انا عملت العيش الفينو والبوريك وطلع تحفه، ربنا يحسن بين ايدك، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، تسلم ايديكي. الجعان يحلم بسوق العيش، هو ده علشان حلقه عيش كده. ليه لقمه القاضي بتطلع طريه؟ علشان الشربات لازم يكون تقيل، كمان لازم ان هو يتقلي على مرتين، هنعمل مع بعض لقمة القاضي، حاضر عينيا. الكنافة هنعمل، حاضر الكنافة النابلسية، حاضر عينيا، يا جميلة قوي الكنافة النابلسية دي والله. طيب احنا فين فين، منى بتقول ممكن طريقة ماسكات للبشرة يا شيف الاء، حاضر يا منى، بس انا يعني والله انا ماليش في الحاجات دي يا منى والله، ماليش في، بس حاضر حاضر، ممكن على فكره والله نشوف كده حد متخصص ويعمل الموضوع ده، عينيا الاثنين. استنوا عشان الموبايل مش راضي يحمل، بيهنك والله بيهنكش، بس بيهنكش اللي هنا. شكرا شكرا يا مامه رحمه، حاضر شكرا يا رحمه، هنعمل العزيزيه، احنا ما عملناش العزيزيه، حاضر. طيب شهد بتقول الشيف اللطيفه بزياده، شكرا يا شهد، تسلم ايدك على الوصفات، اليوم عيد ميلاد امجد اخويا السابع، من فضلك
هنيه من فضلك في الحلقه. ممكن مقادير الكيكه الاسفنجيه، مقادير الكيكه الاسفنجيه يا شهد، احنا عملنا كيكه التريليتشي وقلت لكم ان احنا الكيكه اللي احنا عملناها هي دي مقادير الكيكه الاسفنجيه، من انجح واسهل الكيكات اللي انت ممكن تعمليها، وان شاء الله ناجحه. وكل سنه وانت طيب يا امجد، وعقبال مليون الف سنه، وان شاء الله ربنا يفرح قلب ماما وبابا بيك.